من التعديلات حماية وتحصين البرلمان، زيادة تقييد حق الحكومة بالدعوة الانتخابية. شنو حماية تحصين البرلمان في شنو؟ حماية وتحصين البرلمان من التعديلات اللي احنا في الرؤية اللي نقدمها. أنا أقول لك، واحد أن تقييد حق الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة، احنا برؤيتنا ما في شيء اسمه حل. الحل العقابي لمجلس الأمة يجب أن يقف، لأن من يخرج مجلس الأمة هو من؟ الشعب. ولذلك هذه المؤسسة باسم الشعب تختار، وأنا بتقديري كما أقول دائما هي تمارس التشريع، وإذا كان من حقها فهي تمارس التشريع وفق الواقع الحالي، تمارس التشريع وتمارس الرقابة وتقر الميزانيات. فما بالك لما يكون حنا التعديل اللي ندعو إليه أن يكون تشكيل الحكومة أيضا من المجلس. لذلك لا ينبغي حل المجلس كعقاب، إنما كما هو الأطر البرلمانية والدول المتطورة في هذا الشأن، والحكمة ظلت المؤمن. الدعوة لانتخابات مبكرة، وهناك فرق كبير. أنا ممكن كرئيس الحكومة أن أدعو إلى انتخابات مبكرة في قضية رأي عام، الشعب يضغط علي، فالدعوة لانتخابات مبكرة. ولأن نفضل استقرار المؤسسات، ولأن نفضل الإنجاز، ولأن نفضل، قيد هذا الحق بأن يكون بالسنة الأخيرة كما هو موجود في فرنسا أو موجود في بعض الدول الأوروبية. ليس مطلق أن يأتي رئيس الوزراء يضرب المعارضة. فالتالي الدعوة لانتخابات مبكرة وتصبح على قضية سيحاسب عليها لو استغلها. يعني أنا مثلا أشوف الاستفتاءات من صالحي، أروح أدعو إلى حل من دون وجاهة ومن دون حق أو من دون أثر مبرر أو سبب فعلي أو مبرر ستحاسب عليه. لذلك أنا أعتقد تقييد الحل وتحويله إلى دعوة لانتخابات مبكرة سيكون على قضايا تنموية ولأجل البلد ولأجل مصلحة البلد، ويحقق استقرار المؤسسات، صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة بدون حضور الحكومة، لأن أصلا هي مطالبة بأن تحضر لأنها هم أعضاء في مجلس الأمة. لم يعد خيارا أن يحضر أو لا يحضر، يجب أن يحضر.